بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات عند الله سقي الماء. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان من إخواننا في مؤسسة الإسراء على هذا الدعم المبارك لسقيا إخوانكم النازحين المشردين المدمرة بيوتهم في ظل هذه الأوقات الصعبة، في ظل هذا الجو الحار. نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. وهذه الشاحنة الأولى لمؤسسة الإسراء لسقيا الماء، وبارك الله. العام فريق لا نح والتطوع قد سعى، يمضي لخير الناس دوما يا رفاق. يحلو على المحتاج يطرق بابه ويسد. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن وصول الشاحنة الثانية والثالثة لمؤسسة الإسراء لسقيا أخوانكم شمال قطاع غزة لمدينة الشيخ زايد، بارك الله فيكم. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر مؤسسة الإسراء على هذا الدعم اللوجستي، واحنا بقول لك احنا بماس الحاجه لهذا الدعم، لان المنطقه هذه بالاخص يعني بعيد عن المعسكر، بعيد عن الشغلات اللي فيها دعم. فالمنطقه حدوديه تعتبر يعني قريبه على بيت حنون. فانا يعني بدعوك مشكورك على هذا الدعم وشكرا لك. خلدا ذكرى سعيده، قل للمحبه بسم الله، وابدأ سعادة جديدة كالغير.